تعالوا أول حاجة نعرف درجة الورم، ودي حاجة بتبقى مشتركة ما بين أنواع كتير من الأورام. دايما هتلاقي في نتيجة العينة حرف جي حلو كده مكتوب جنبه، يا إما واحد يا اتنين يا تلاتة، وفي بعض الأحيان بيبقى فيه أربعة. طيب يعني إيه دي اللي اسمها الجريد أو درجة الورم؟ يعني إيه درجة الورم؟ لما بناخد عينة من الأنسجة بتاعتنا، من النسيج اللي فيه الورم، سواء كان الثدي أو القولون أو معدة أو أي whatever، ربنا خلق لنا الخلايا بتاعتنا منظمة وشكلها حلو وشكلها جميل وواقفة في صفوف كده ومرتبة وزي الفل. طيب احنا متفقين كلنا ان الكانسر او الاورام هو حاجة، يعني الخلايا نفسها بيحصل لها مشكلة فبتتجنن اوفر، وبيحصل ان في الديفرنشيشن بتاعها بيتغير او شكلها بيتغير او ترتيبها شكله بيتغير. يعني بعد ما تكون واقفه في صفوف كده ليها ركبت فوق بعض واتغيرت وشكلها اتغير، شكل نفسه الخليه اتغير، بعد ما كان مهندم وجميل كده شكله اتغير. فالموضوع ده انا بعرفه تحت الميكروسكوب لما اخد العينه ونحللها، عن لما بنودي العينه اللي بتاع الباثولوجي هو اللي بيشوف الموضوع ده. طيب الجريد اوف ديفرنشيشن بقى اللي هو الجريد بتاع الاورام من واحد او اتنين او تلاته او اكتر من كده، في بعض الاحيان بيبقى فيه سكور اربعه، هو الديفرنشيشن او تغير شكل الخلايا تحت الميكروسكوب. طبعا الواحد احسن من اتنين احسن من تلاته، يعني لما تكون الخلايا متلخبطه او شكلها متلخبط تحت الميكروسكوب وديها سكور واحد اللي هو جريد 1، احسن ما تكون اتنين اللي بتبقى متلخبطه اكتر، احسن ما اديها تلاته تبقى متلخبطه اكتر خالص. وفي بقول لكم كمان ممكن يبقى جريد 4 او اللي احنا ساعات بنسميها بورلي ديفرنشيتد، ان انا اصلا خليه شكلها غريب لدرجه ان انا ممكن ما اعرفش الخليه دي جايه منين اصلا. يعني ابقى واخد ساعات مثلا بيجي لنا عيانين ما بيبقاش فيه ورم واضح، وبيبقى مثلا فيه عنده سنويات في الكبد، فناخد منها عينه، فالدكتور يجي يشوف العينه دي تحت الميكروسكوب فيلاقي ان الخلايا شكلها غريب وشكلها ملخبط خالص. طبعا كل اورجن، يعني خلايا الكبد شكلها غير خلايا الثدي، شكلها غير خلايا البنكرياس، فهو بيعرف المفروض نوع الخلايا دي ايه. لكن لو هي بورلي ديفرنشيتد، يعني شكلها غريب وملخبط وشكلها وحش، ساعات ممكن اصلا ما يعرفش الخلايا دي جايه منين، ويضطر يقول لك بقى عايز اعمل تحليل مصابغات مناعيه، فيبدا يعمل شويه تحاليل كده تقربه يقول لك الخلايا دي جايه منين او كده. المهم ان الجريد اوف ديفرنشيشن زي ما قلنا ان هو بياخد سكور واحد او اثنين او ثلاثه، واحد احسن من اثنين احسن من ثلاثه، وهي دي اللي بتعبر عن تغير او شكل الخلايا او لخبطه الخلايا تحت الميكروسكوب عند دكتور الباثولوجي. طيب دي درجه الورم. درجة الورم دايما بتمثل عامل واحد من مشكلة الورم عموما، يعني هتبين ده ايه بالظبط لما نعرف بعد كده نتقدم بقى نقول ايه مرحلة الورم عاملة ازاي او الورم هيتصلح ازاي. الموضوع درجة الورم ده بيمثل مدخل واحد بس من مداخل كتير بنتعرض لها، وبنعرف من كذا صورة لينا معاها نعمل ايه في الورم ده واحسن علاج ليه ايه. طيب مرحلة الورم، مرحلة الورم الحاجة اللي هتلاقوها دايما ساعات مكتوبة تي، حرف تي وحرف ان وحرف ام، حاجة اسمها تي ان ام. ده التي بترمز لحجم الورم، الان بترمز للليمف نود اللي هي الغدد الليمفاويه المصابه، اما الام فهي الميتاستاسيس او الثنويات او النقليات زي ما بيقولوا البعيده عن مكان الورم الاساسي. طيب التي ان ام مفيش حاجه بقى اسمها الورم 2 سم ولا 5 سم ولا 6 سم في حجم الورم، لان كل مكان يعني الثدي غير القولون غير كل حاجه، التي دي بترمز لحجم الورم او الورم متعمق قد ايه في جدار العضو. يعني هل مثلا لو حاجه زي القولون او المعده هو عارف يخرم قد ايه في جدار المعده او جدار القولون. المهم ما علينا، التي بترمز للحجم او اللي هو تطور الورم في العضو نفسه، اما الان او الليمف نودز فهي الغدد الليمفاويه المحيطه. كل عضو ليه غدد ليمفاويه معينه حواليه، طول ما لو حصل لا قدر الله انتشار فيها ادام هي دي الغدد الليمفاويه بتاعت العضو نفسه ما بيبقاش في مشكله قوي، بيفضل نفس
يعني الفايده من العلاج ان انا اسيطر على الورم تماما وان انا اشيله من الغدد الليمفاويه بتاعته. اما الغدد الليمفاويه دي بعدت عن المكان المحدد ليها وراحت مكان تاني، بيبقى هي دي المشكله. طيب نيجي على الام بقى، الميتاستاسيس دي ممكن بقى الميتاستاسيس دي تبقى في اي حته، في الكبد وفي او المخ او العظم او الرئه، بيختلف طبعا من مكان لمكان، وفيها برضو اختلافات شويه كده، لكن مش موضوعنا دلوقتي. طيب تعالوا بقى نطبق الكلام اللي احنا قلناه ده فين، في مثلا حاله ثدي. هيجي لنا درجه الورم اللي دايما بتيجي غالبا اتنين، يعني معظم التحاليل الباثولوجي هنلاقي جاي جريد 2 او من الدرجه الثانيه. الدرجه الثانيه دي اسمها مودريتلي ديفرنشيتد، يعني الخلايا متحوره بشكل متوسط، وده اغلب الناس، قليلين بنلاقيهم جريد 1 وقليلين بنلاقيهم جريد 3. طيب المرحلة الورم بقى بالنسبة لأورام الثدي، مرحلة الورم بالنسبة لأورام الثدي بيخش فيها عشان أحدد ده مرحلة كام، كذا عامل. أول حاجة زي ما قلنا نشوف الجريد كام، اللي هو درجة الخلايا دي كام، ده مدخل واحد. طب في مداخل تانية؟ طبعا في مداخل تانية زي ما اتفقنا بقى. التي اللي هي حجم الورم قد ايه، هل هو اقل من 2 ولا من 2 ل 5 سنتي ولا اكبر من 5 سنتي ولا طالع على الجلد ومؤثر على الجلد من بره، ده كله تبع التي. الان اللي هي الليمف نودز، هو واصل لغاية غدد ليمفاوية المرحلة كام، طول ما هي تحت الابط او في الميموري ليمف نودز اللي هي قريبه من منتصف الصدر، ده كله طبيعي. بس في ليمف نودز تانيه في الصدر بقى او جنب الرئه او كده، ما ينفعش الورم يروح لها، والا هنعتبره مرحله رابعه للاسف. لو هو راح بره الغدد الليمفاويه المتوقعه اللي هي حوالين الثدي، ده للاسف ساعات بنعتبره مرحله رابعه. طيب الميتاستاسيس اللي هي الام، هل الورم ده واصل لمكان تاني غير الثدي والغدد الليمفاويه اللي حواليه؟ واصل لغدد ليمفاويه مش طبيعيه زي مثلا اللي في الصدر او في البطن مثلا، هل وصل اماكن زي دي ولا لا؟ هل وصل للكبد او للعظم او للمخ او لكده؟ دي بنعرفها طبعا من السي تي سكانز، من الاشعاعات المقطعيه، وساعات بنعمل مسح ذري في بعض الاحيان. والام لو ام 1 اللي هي يعني الميتاسيس لو موجوده ده بقى مرحله رابعه، لو مش موجوده ده مرحله ثالثه. معظم المراحل يعني المراحل كلها من 1 لـ 3 بنعالجها بكيورتيف انتنت، يعني انا عايز اخلي اشيل الورم، اعمل له جراحه واشيله واخلي العيان سليم تماما ما فيهوش اي مشاكل. طب المرحله الرابعه، يعني لو الثنويات دي في اماكن اقدر اوصل لها واقدر اشيلها واقدر اتحكم فيها مثلا بالاشعاع او ان انا اشيلها بالجراحه، ده برده بيبقى كيورتيف انتنت، ان انا مرحله رابعه بس عايز اوصل لتمام الشفاء. اما لو في مرحله رابعه متقدمه شويه، في بقى ثنويات كتير وفي اكتر من مكان، فده احنا بيبقى هدفنا الاكبر هو السيطره على الورم، وساعتها ما بنعملش الجراحه. يبقى كده خلاص اتفقنا ان في جريد وفي تي وفي ان وفي ام. في ايه تاني في الثدي؟ عندنا حاجه مهمه جدا اللي هي الاي ار والبي ار والهير 2. الاي ار اللي هي حاجه اسمها مستقبلات الهرمونيه، الاي ار اللي هو الاستروجين والبي ار اللي هو البروجستيرون، والهير 2 ده اللي هو الحاجه اللي احنا برضو بنشوفها بالصبغات المناعيه عشان نقدر نحدد نشوف العيان ده هل هيستفيد من العلاج الموجه زي الهيرسبتر والبرجيت ولا مش هيستفيد من العلاج الموجه. الاي ار طبعا لو بوزيتيف هياخد علاج هرموني ودي حاجه كويسه، البي ار برضو لو بوزيتيف هياخد علاج هرموني ودي حاجه كويسه، الهير 2 ان هو يبقى نيجاتيف احسن من ان هو يبقى بوزيتيف، لان لما الهير 2 بيبقى بوزيتيف ده بيبقى الورم يعني عليه حاجات كده تبين ان هو شرس شويه. وزي ما شرحنا الهيرتو لما بيطلع سكورنج، الاي ار والبي ار بيطلع سكور من 0 ل 8، 0 اقل حاجه و8 من 8 اقوى حاجه، الهيرتو بيطلع سكورنج من 0 ل 3، 0 1 ده نيجاتيف مش هياخد علاج موجه، 2 ده ايكويفوكال هنتكلم عليه، 3 بوزيتيف هياخد علاج موجه، اما 2 اللي هو سكور 2 هنعمل عليه تحليل تاني اسمه فيش او سيش. التحليلين دول ايهما بيتعمل عشان اقدر احدد هو الجين ده اقرب ان هو يبقى سلبي ولا اقرب ان هو يبقى ايجابي؟ لو سلبي خلاص مش هدي علاج موجه، لو ايجابي هدي علاج موجه. يبقى كده عشان نحدد الثدي ورم الثدي مرحله كام، لازم اكون عارف التي
حجم الورم، ال N الغدد الليمفاوية، ال M الورم منتشر ولا لا، ال grade جريد 1 ولا 2 ولا 3، ال ER بوزيتيف ولا نيجاتيف، ال PR بوزيتيف ولا نيجاتيف، ال HER2 بوزيتيف ولا نيجاتيف. ست ولا كام كده؟ احنا عندنا كام؟ عندنا تقريبا 7 حاجات عشان نقدر نحدد مرحلة الورم، غير ان في حاجات ثانوية بتخش في الموضوع زي ال KI67، زي ال Lymph Vascular Invasion، زي ال Preneural Invasion، زي كان في سكن ديولت او حاجه زي كده. الحاجات دي ثانويه، ما بتخشش في ان انا احدد مرحله الورم قوي، لكن ممكن تغير في الانديكيشنز بتاعتي، امتى ادي علاج كيماوي، امتى ادي علاج اشعاعي، امتى العيان ده يبقى ريسك عالي شويه، سن العيانه برده، هل هي بعد 35 ولا من 35 ولا سن 30 ولا اصغر من 30. ولكن ال7 حاجات اللي احنا قلناهم دي هي الحاجات الاساسيه. يبقى في حاجه زي البريست كانسر او رامبل سادي، درجة الورم هو جزء صغير من 1 من 7 حاجات احنا بنحتاجهم عشان نقدر نحدد مرحلة الورم. ونفس الموضوع ده بيبقى بيتكرر في أورام تانية زي أورام القولون أو حاجة، برضو مرحلة الورم بتعتمد أساسيا على مدخلات كتير، منها اللي ممكن يفرق في شوية يعني حاجات في ان انا هدي علاج ولا لا، ونوعه ايه وازاي وكده، اللي هو درجة الورم. فمرحلة الورم اهم كتير قوي من درجة الورم. يا رب تكونوا استفدتوا وعرفتوا ايه الفرق ما بينهم. لو حد سألنا بعد كده نجاوب ازاي؟ اعتقد انا طولت شوية، بس مش مشكلة عشان الناس تفهم معانا. يلا اشوفكم على خير في سؤال جديد، والسلام عليكم.